ما هو ما هي وضعية الجامعة أمام ما تم الاستماع إليه؟ ما هي وضعية الجمعية الحالية؟ وما مآل ما تم الاستماع إليه شأنه شأن الشكايات التي وجهت إلى القضاء، شكايات إلى وزارة الشباب والرياضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الجريدة الإلكترونية هيبا بريس في شخص مديرها الجهوي الصحفي الحديث أبو سليم، عندما بلغت الأمور الخط الأحمر اللي هي مالية الجامعة، وتفاجئنا كما اللي قال التقرير نتاع امين المال حين وضع استقالته، واستفسرنا علاش وضع استقالته، وقال لنا وديهاش معنا وضع استقالته، راه لاحظ تما كاين واحد اختلالات ماليه، كاين سحوبات ماليه، كاين هذا. ملي توضحت لنا الامور استفسرناه، بغينا نستفسروه من خلال اجتماع نتاع 30 اكتوبر 2016 خلال ذاك الاجتماع، ولكن كانت ردود فعل عنيفه، رفض تماما. التجأنا الوزاره، من انتاجنا الوزاره عبر عده مراسلات، ما عرفتش المصير تاع ذاك المراسلات الى حد الان، واش سلت المهملات بخصوص العلاقه مع الوزاره. فاحنا كاغلب اعضاء المكتب المديري اللي هما تقريبا زوها 10 من 15، راسنا درنا عده مراسلات للوزاره وما جاوبتناش حتى شي جواب، وما كانش عندها حتى شي رد فعل. وبذلك غادي نقوموا باخر مراسله للوزاره باش نعلموها بانه حفاظا على السمعه المغرب، وباش ما نطيحوش عاوتاني بحال اللي وقع في 2007 اللي توقف فيه المغرب عن تنظيم التظاهرات، وتوقف به او توقف فيه الرئيس الحالي اللي هو مصطفى امزار، توقف خلال 3 سنوات بسبب تزوير النورمات، باش ما عاوتاني ما نطيحوش في نفس نعاودوا نفس القضيه. غادي نضطروا باش اننا وتبرئه المكتب المديري والجامعه المغربيه، باش غادي نراسلوا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والاتحاد العربي، باش كنتبرؤوا من اي قرارات انفراديه او اي قرارات انفراديه غادي يتخذها رئيس الجامعه.